كان ايضا تم حرق صوره في التظاهرات. حرق وإسقاط صور أشاوس العرب أصبح أمراً شائعاً في الدول العربية منذ سنوات. المشاهد دي كانت في مصر سنة 2011 لمبارك، إسقاط صور مبارك، ومن أسابيع قليلة شفنا صور العميل الصهيوني بتتحرق. بمناسبة حرق صور السيسي وحرق صور سعد الحريري، سعد الحريري كان شايف ان حلول السيسي العبقرية في الضرائب على الشعب هي السبيل لحل ازمات لبنان الاقتصادية. هكذا كان الكلام ده 2 مايو 2019، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من 5 شهور ان بلاده اصبحت تتطلع لتحقيق ما انجزته مصر من نهضة وتطوير في كافة المجالات. خد فشار ودي السيسي فشار. مضيفا امامنا خيارات في لبنان، اما ان نسقط اقتصاديا او نطبق تجربه مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي. ده سعد الحريري. هقول لك ما حدش جاب اسمه في جمله الا حلت عليه اللعنه. سبحان الله. التويت ده سيرته بس في جمله. رئيس وزراء لبنان قال لك احنا نشوف خبرة العميل الصهيوني ايه في الاقتصاد ونعمل زيه، رغم ان كل مؤشرات العالم الاقتصادية بتقول لك مصر في داهية، مش رايحة في داهية بسبب اجراءات العميل الصهيوني الاقتصادية. ده لو كل يوم 10 مليون من 90 مليون تليفون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنيه ان الموبايل بتاعه ب 10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب 300 مليون جنيه، يعني في السنه ب 4 مليار جنيه. ما ينفعش ناخد ال يعني ما اعرفش تعملوها ازاي اللي هي الفكه ال 50 قرش والجنيه اللي في المعاملات وتتحط في حساب لصالح حاجه زي كده. يعني انا بس في الشيك ب 1255 ولا ونص ولا 80 قرش واي حاجه، ما اقدرش اخد الفكه دي، ده يحقق رقم كبير جدا. عشان الولد اللي الولد الصغير ده من فضلك صوره يبقى ليه مستقبل، وما يقولش ان احنا والبنوته الجميله ديت ما يقولش ان احنا اهملنا فيهم. حب الوطن مش كلام، حب الوطن مش كلام. سعد الحريري لم يكتفي بهذا بل طبق نظريه السيسي في الفكه، وقال لك احنا هنطبق تسعيره جديده واضافيه على رسائل الواتساب اللي هي اصلا بفلوس في لبنان. وافقت الحكومه اللبنانيه على فرض رسوم على مستخدمي التطبيقات التي تتميز بخاصيه الاتصال مما يعمل لها 216 مليون دولار اضافي في السنه لخزينه الدوله في حال وافق البرلمان على ذلك.
في الواتساب والايه وسكايب وفايبر وتطبيقات مجانية اخرى. قال لك عايزين نعمل زي السيسي شوية الفكة يعملوا كتير. افكار سعد الحريري كانت احد اهم الاسباب في التظاهرات، افكاره اللي مستقيها من العميل الصهيوني كانت من اهم اسباب التظاهرات، القشة التي قسمت ظهر البعير، هذه التظاهرات اللي نزلت في لبنان في الايام الماضية 72 ساعة الاخيرة. من وين اجت فكرة الضرائب على خدمات الاتصال؟ فارس بيسأل الحلبي من الكبير قوي قوي بلحق صب على مصر بجنيه، صب على لبنان بليرة، الحكام الفاشلين بيتعلموا من بعض. السيسي اصبح اسطورة في التريقة والقلش، ما تلاقيش ثورة بقت بتحصل في الوطن العربي الا والسيسي لازم يتهان فيها. زمان كانت الشعارات في الثورات الشعب يريد اسقاط النظام، دلوقتي لا اله الا الله السيسي عدو الله. التجميعة دي من المحيط للخليج.